هتلاقي مجرد خط. لو سبت بس كده هتلاقي مجرد خط. فبنعمل ايه؟ نيجي نرسم اول الماسوره. اول الماسوره كده اهو، واروح جاي واخد بريك لاين كده، واخر الماسوره كده اهو. المنظر ده. المسافه دي اللي انا شلته من النص ده ما يفرقش عندي طوله قد ايه، 5 متر 5 متر ونص ما يفرقش عندي. انما اجي لما احط الدايمنشن انا اقدر حاطط الدايمنشن كاملا. يعني ايه؟ اكتب 6000، لان احنا هنحط الدايمنشن بالايه؟ بالمليمتر. كويس؟ يبقى 6 متر و 6000 مظبوط؟ يبقى انا عامل 6000 كده. يبقى الجزء ده هنا اهو، ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه البريك لاين او انتربشن لاين. فنفس الحكايه ده زي البارشال سكشن، زي في حاله الايه؟ البريك بتوين بروكن اند ريفولف سكشن بتوين بروكن اندز. هذا الكلام بسميه ده سوبر امبوز، وده ريفولف سكشن بتوين بروكن اندز. خلاص؟ ده اللي هو نوعين بتوع ريفولف سكشن. طيب في حاجة تانية اسمها ريموفد سكشن. حاجة تانية اسمها ريموفد سكشن. ده هما برضه مرة تانية النوعين بتوع الريموف سكشن. الريموف سكشن لنفس الشكل، لنفس الشكل اهو، من اهو باخد التو سنتر لاينز دول اللي هما فيهم مكان القطع، واروح راسم اهو ده السكشن اللي عندي هنا اهو، ولفيته اهو وحطيته هنا على امتداد السنتر لاين فوق، على امتداد السنتر لاين فوق اهو،